شايفين هذا الفيديو مال هاري بوتر من دمبلدور يقول له يعني اريد تشربني، اوكي، فلانه راح انزعج والموضوع راح ياذيني، اوكي. شوف هنا راح يبقى يشربه، راح يظل يشربني. بعد ما يريد اوكي ذاتس انف. الهدف من الفيديو اقول لكم انه مزلت الثايرويد مالجنسيز راح تكون نفس الشيء، يعني راح تصيرون مثل دمبلدور او احنا انا وياكم راح نتقاوم، مره انتم دمبلدور مره هاني، لانه كلش ملزمه يعني ممله. هي مو صعبه بس يعني مو بهذا الاسلوب اللي يخليك تحب الملزمه. فايه اني حمزه، هذا هو الجزء الرابع من ملزمه الثايرويد. راح نحكي على المالجنسيس، على الثايرويد كانسر، ونحكي على الثايرويدايتس. هاي هي الاوبجكتيفز اللي بهاي المحاضره. الكلاسيفيكيشنز مال الثايرويد نيوبلازمز، عندك يا اما بناين اللي يسموه فوليكولار اديلوما، او عندك مالجنسي، وهاي المالجنسي بيها برايمري بيها سكندري. السكندري هي تجي من غير مكان، ميتاستاتيك او انفلتريشن، زين. اما البرايمري فعندك عده انواع، فوليكولار، بارافوليكولار، ليمفويد، بابيلاري، انابلاستيك، ميدولاري، ليمفوما، هو اكو انواع راح ندرسهم واحده واحده. خلينا نرسم فديك رسمه شلون مكان. هاي هي خلايا الفوليكولار سيلز اللي بالثايرويد جلاند، واللي تفرز ثايرويد هرمونز، وعندك راح تفرزها بهاي المجاري اللي بصفها، زين، راح تفرز هاي الهرمونات، وهاي المجاري يعني هي اللي تروح للدم. وعندك بعد على الاطراف مثلا هيك خلايا مبعثره حول هاي الخلايا الفوليكولار، هاي خلايا يسموها بارافوليكولار اللي تفرز الكالسيتونين، وهمين ذيب شويه بالمجاري بعض الهرمونات. عندك اللي يصير بالثايرويد كانسر هي يعني مشاكل بهاي المناطق، يعني عندك هاي الخلايا الفوليكولار سيلز ممكن يصير بيها فوليكولار كارسينوما، ممكن يصير بيها بابيلاري كارسينوما، ممكن يصير بيها انابلاستيك كارسينوما. اما هاي الخلايا البارافوليكولار سيلز فممكن يصير بيها ميدولاري كارسينوما. فالنيوبلازمز اللي تصير بالثايرويد تكون اما بناين يا اما مالجننت. البناين مثل ما اخذنا بالمحاضره السابقه كان عندنا الفوليكولار ادينوماز، اللي عبارة عن سوليتري نوديول، يعني إذا عندك هاي الثايرويد جلاند الشخص راح يجي من عنده فد نوديول وحدة موجودة بالثايرويد جلاند. والمشكلة أنت إذا جيت سويت لها فاين نيدل اسبيريشن وسحبت من عندها، يعني هذا ما راح يبين لك هل هذه فوليكولار ادينوما اللي هي الحالة البناين التيومر البناين، أو هي فوليكولار كارسينوما اللي هي الحالة الأخبث، زين. فما أقدر أسوي هذا الشيء إلا من خلال البايوبسي، إلا من خلال استئصالها كلها واشوف انه اكو انفيجن اوف ذا كابسول، اكو فد او حتى انفيجن للبلاد فيسلز. التريتمنت يعني ما اشيل الثايرويد كله عن متفتشيها الصغرى تو بناين، فانا راح اشيل المنطقه هذه اللي بيها النيوبلازم، البناين نيوبلازم، يسموه لوبكتومي، لان يسموه وايد اكسجن لوبكتومي. وما دام باقي الثايرويد نورمال فيعني حتى فولو اب بعد ما يحتاج. واحنا عندنا سميناها فوليكولار ادينوما. احنا الكانسرز ممكن يصير عندك بارا، او ممكن يكون عندك فوليكولار كارسينوما، وممكن يكون عندك بابيلاري كارسينوما، وكل واحدة من عندهم عندها نسختها البناين، بس النسخه البناين مال فوليكولار كارسينوما اكثر شيوعا، زين، اللي هي الفوليكولار ادينوما، زين. فحتى الناس ما يعرفون انه هل اكو بابيلاري ادينوما، فغالبا يصير شك بالموضوع، وغالبا يحملوها على محمل التيومر، على محمل انه هي كارسينوما، اذا لقوا فد شيء بابيلاري، فد شكل الخلايا بابيلاري بالهيستولوجي. حتى لو كانت كابسوليتد، حتى لو كانت يعني مؤدبه وما مسوي اي شيء، راح يعتبروها كارسينوما. فتيك هوم بوينت انه لما يشخصون فيشخصون غالبا كفوليكولار ادينوما، اما البابيلاري فيشخصوها ككارسينوما. ماكو اي احتماليه انه يشخصون بابيلاري ادينوما. بالنسبه للمالجنت تيومرز فالفاست ماجوريتي هن مالجنسيز، وهاي مالجنسيز تجي من الفوليكولار سيلز. قبل شوي رسمت رسمه قلت هاي هنا اكو فد فوليكولار سيلز، واكو هاي المجاري اللي تحط بيها الثايرويد هرمونز، وعندك بعض البارا فوليكولار سيلز، فغالبا التيومر راح يكون على الفوليكولار سيلز. وهذا اكثر شيء نقسمها الى فوليكولار تيومرز، فوليكولار كارسينوما، وبابيلاري كارسينوما.
وممكن يعني يختلفون بدرجات الديفرنشيشن مالتهم كتيومرز. وعندك انه يعني اكو تيومر اللي هنا تصير يسموها ميدولاري، هذه اللي تصير بالبارافوليكير سيلز، وعندنا ايضا الليمفوما ومالجنسيز اخرى. الميتاستاسيز يعني هاي السكندري اللي تجي للثايرويد، يعني هذه المشكله ماكو بالثايرويد بس مثلا بالكدني بالبريست وتوصل للثايرويد، هاي حاله رير يعني ما تصير هوايه. حتى الدايركت انفيجن همين يكون رير من خلال يعني مالجنسيز قريبه. زين فاحنا من اخذنا بهذا الجدول السكندريز هذه فهي المفروض نكتب عليها كلش رير، زين لانه ماكو ميتاستاسيس شائع يصير لها. بس هو الثايرويد يسوي ميتاستاسيس، يسوي ميتاستاسيس للليمف نود وبالبلد، يوديك لل يعني يودي للبون، يودي لللنج. زين فاصلا هذه ممكن تكون المود اوف برزنتيشن، يعني هذه الليمف نودز انتقالها يعني بالبابل الليمف نود، او ممكن يروح للعظم والرئتين ويسوي المشاكل هناك. هاي اصلا الشخص ممكن يحس على نفسه هنا وهو عنده مشكله بالثايرويد. بالنسبه كاتيولوجي شنو الاشياء اللي تساهم بالموضوع خصوصا بالبابيلاري تايب؟ زين احنا مو عندنا فوليكولر بابيلاري، خصوصا بالبابيلاري شافوا ان الراديشن له علاقه وعرفوا هذا من خلال يعني اللي صار بتشيرنوبل، هذا المفاعل النووي اللي انفجر باوكرانيا، فشافوا ان الانسيدنس مال الثايرويد كانسر تزداد خصوصا يعني بالتشيلدرن. بالنسبه للكلينيكال فيتشرز فتشوف انه الفيميلز اكثر يصير يعني يصير بيهم هاي الثايرويد مالجنسيز. يقول اوفر اول مورتاليتي يعني يكون غالبا لو، لانه الناس اللي يصير بيهم يعني هم لو ريسك، حتى مو كبار ومو كلش يصير عندهم اجريسيف، بس اذا صار بالكبار فاكيد يعني الموضوع راح يكون اخطر. The most common presenting symptom is a thyroid swelling. زين يجون كلمب الثايرويد ويشتكون من عندها، وهاي اللمب ممكن يكون صار لها فترة طويلة. ممكن ايضا يجي ك enlarged cervical lymph nodes، لانه قلنا method of metastasis هم ممكن يروح للليمph nodes خصوصا papillary، فالبابيلاري يعني يصير بي متاستاسيس هواية للليمف نودز. وإذا شفت إنه أكو ريكرنت لارنجيال نيرف باراليسيس وبحة بالصوت وهورسنس وهالسوالف، فهذا ممكن يقول لك الديزيز لوكالي از لوكالي ادفانسد، وممكن يعني يخترق الكبسول وهالسوالف. بال يعني اكزامينيشن مال الثايرويد يعني اللمب تكون هارد وتكون irregular وتكون انفلتريتنج، في حين اللي كنا ناخذ بالجويتر كان سموث كان فيرم. زين فما كان عندنا فشي هارد وإيريجولار وإنفلتريتنج. هذا بالنسبة للأنابلاستيك جروث، هاي اللي يعني شلون نقول شاذة كلش عن التشيو الموجود، هاي اللي الصعلوك مالته. بس الديفرنشيتد اللي يشبه التشيو، فشوف ده ياخذ صفات التشيو، ده ياخذ فيرم، بس اللي فضحه شنو انه هو إيريجولار، هو بما انه هو تيومر فراح يكون إيريجولار، يعني صح تاخذ شكل التشيو بس يعني ما راح تاخذه بشكل يعني بالشكل الطبيعي مالته بشكل منظم مالته، لان هو اصلا اوريدي هو تيومر وخربطه بيها. فهي احد طرق التفريق مال الديفرنشيت كارسينوما عن البناين. بس في احيان كثيره يقول لك لا يجوز ما تقدر تفرق بينه، بما انه انت حسيته فيرم وممكن ما وصل لمرحله يبين الريجولارتي مالته كلش، لان يعني التكتايل سنسيشن مال ايدك يعني ما راح يكشف كل شيء، فممكن ما نفرق كلش الديفرنشيتد تيومرز. مرات يقول لك هذا البابيلاري ابو البلاوي اللي كان ينتقل للليف نودز، يقول لك اذا كان سمول راح يكون امبالبل حتى لو كان ينتقل للليمفاتيك. يعني ممكن عندك بابيلاري اجى ميثود اوف برزنتيشن انه ليمف نود ميتاستاسيس هو اصلا امبالبل. زين فهي من الكافيات اللي ايضا يعني الواحد يحطها على باله. البين اللي ممكن يوصل للاير از فريكوينت خصوصا بالانفلتريتنج، لانه هو ليش يصير بين الا اذا صار فد انفلتريشن، ضرب على النيرف، ضرب على هذه المناطق اللي توصل سنسيشن وسبلاي وكذا، فراح يصير عندك بين بوقتها. فالبين هو كاركترستيك للانفلتريتنج جروث. سؤال هذا شو وقت ندور على الثايرويد كارسينوما؟ هذا السؤال يعني صح وخطا. اذا اكو هورسنس صح، shows a hard area in the part of the swelling صح، very large swelling صح، exhibit strider لا، يعني ما كان عندنا بالكلينيكال فيتشرز انه فليسوي في obstruction، هو يعني swelling وكذا، فيعني ما يوصل لمرحلة انه يسوي obstruction للأبر respiratory tract. هذا ان large lymph nodes هاي العبارة صحيحة. بالنسبة للدياجنوسيز مال thyroid neoplasms، فإذا كان anaplastic carcinoma اللي هو الشاذ undifferentiated وكذا، فراح تلقاه hard و irregular بالphysical examination، وهذا يعني كلش كافي يعطيك كلو على الدياجنوسيز. بس الفكرة اكو شيء اسمه ريدل thyroiditis اللي راح ناخذه بنهاية الملزمة، هذا مرات يعني ينطي تشابه ويا الموضوع، فمو كلش نقدر نفرقه.
بس احنا ليش نهتم بالاكزامينيشن مال الثايرويد؟ لانه شوف يعني فتشي كلش مهم مثل الكارسينوما قدرنا نكشفها بي. بس بشرط شنو تكون؟ تكون انابلاستيك، يعني تكون كلش اندفرنشيتد، كلش ما تشبه التشيو الطبيعي. هاي العباره راح ناخذها بعدين زين، اللي هو عندك ثايرويدايتس بفورمز، واحده جرانيلوما جرانيلوميتس بسبب اكو ماكروفاجز، واكو مثلا لينفوسيتيك يعني فتشي اوتو اميون الليمفوسايتيه تروح تسوي ثايرويدايتس وتهاجم الثايرويد تشيو وتسوي بي انفلاميشن. هذني هذا الكرونيك انفلاميشن زين ممكن يسوي لك كارسينوما. يعني عباره هي مفهومه ومنطقيه ويعني لها ريليشن اللي كنا ناخذه قبل. بعد من شنو اخاف اني كشخص اسوي اكزامينيشن؟ سويت اكزامينيشن لشخص عنده جويتر زين، وشفت انه هو مالتي نودولار جويتر. تذكرون هذا المالتي نودولار اللي بعد ما كبر الثايرويد صار اكو فت انفراكشن ويعني هيمرج وكذا، وجدتي خلايا صاحيه فوقاهم زين، فصار نوعا ما من النودولز اللي تكون الجوا مالتها انكتف والبره مالتها اكتف، اللي اخذناه بالملزمات الاولى والثانيه. وقلنا الكالسيفيكيشن اللي يصير هنا ممكن استيميليت كارسينوما. فاني لما فحصت ولقيت مالتي نودولار جويتر ما اقدر اجزم انه هذه مالتي نودولار جويتر وحدها بدون ما انه اكو وياها فت كارسينوما او فت شيء. مو بس المالتي يعني حتى السوليتري ثايرويد نوديول، هذه اللي يعني فجأة تشو ما ثايرويد عادي بس هيجي اكو سوليتري نوديول منطقة من المناطق زين، حتى هنا الموضوع شوية بيشك، خصوصا اذا كان عندي ميل، لانه الانسلس مال الاشياء الاوتو اميون، الاشياء اللي يعني مور بناين بالثايرويد بالميل تكون اقل، فغالبا السسبشن مال كارسينوما يصعد. اكو عبارة كلش كلش مهمة وراح تساعدنا يعني بالانفستيجيشنز، يقول لك الفيلير تو تيك رايديو ايودين زين. لما سويت فحص مال الثايرويد سكان هذا راح يميز كل الثايرويد كارسينومز عدا انتيتيز بسيطه قليله كلش، لما يعني انت كلش تشبه ككارسينوما كلش تشبه الثايرويد تيشو ساعتها ممكن ما تاخذ، او ممكن قصدي تاخذ الرايديو ايودين. هو احنا بالحال العاديه بالثايرويد سكان المفروض كل تيشو ياخذ، لانه ايودين يعني تركيب مشابه لليود اللي ياخذ الثايرويد بالحالات الطبيعيه ويصنع منه الثايروكسين، فيشع هذا الثايرويد سكان ويضوي زين كل الخلايا المفروض تاخذها. فلما ما ياخذها اني ابي اشك انه اكو شيء غلط بهذا الثايرويد تيشيو زين. فهذا راح يصير بالمالجنسي، وممكن يصير ايضا في حالات الثايرويدايتس. الثايرويدايتس ايضا من الامراض اللي لما تسوي لها ثايرويد سكان الثايرويد تيشيو ما ياخذ يعني هذا الايودين. يعني هسه هذا الثايرويدايتس لاحقنا في كل حته، يعني كنا نسوي اكزامينيشن نشوف هارت ريجولار سويلنج كذا، هم كنا نشك انه ممكن ريجل ثايرويدايتس، جينا نسوي ثايرويد سكان ما ياخذ الثايرويد تيشيو ما ياخذ، فهم شفنا انه ثايرويدايتس هم ممكن يصير مو بس بالكانسر. التي اس اتش مو كلش سبيسيفيك بالثايرويد كارسينوما، ممكن يكون صاعد ممكن مرات لا، اكو انتي باديز ومنزلته وما ادري شنو، فيعني لا تدوخ نفسك بالموضوع. مرات اسوي الفاين نيتل اسبيريشن بس قلنا هذا ما راح يفرق لي بين انه هل هي بناين فوليكولار او هي مالجنت فوليكولار يعني فوليكولار كارسينوما، بس ممكن يفرق لي بين الديفرنت تايبس مال ثايرويد كانسر، يعني يقول لي هذا من يا نوع. طبعا التريتمنت بالثايرويد كانسرز هو تشيل تيشو، تشيل جزء مثلا لوبكتومي او توتال ثايرويدكتومي اللي راح ناخذه فري شويه. هذا يعني راح ناخذ الاندكيشنز مالتنا شوي شوي راح نفهم شو كنت نسويهن. وعندنا راح نضيف شيء اضافي انه بما انه كانسر فراح نضيف مثلا راديشن كيموثيرابي، هالاشياء ممكن تنضاف. ما راح نسوي انسجنال بايوبسي لانه ممكن يعني كانسر وممكن ينقله ويسوي لوكال ريكيرنس وسيدنج وهالسوالف. بالبري اوبرتيف دايجنوسيس ممكن نستعمل الالترا ساوند وام ار اي، اما السي تي سكان خصوصا اذا كانوا ويا ايودين كونتراست هذا الشيء راح نتجنبه. يعني فات كافيات حلو انه نحفظ انه سي تي سكان از نوت يوزد دايجنوسيس مال الثايرويد. تذكرون اكو شيء اسمه فروزن سكشن هيستولوجي، لما اثناء العمليه الجراح ياخذ جزء من التشيو ويدز جماعه الهيستولوجي هذول يعالجوه بروسيسز وكذا، يعني ينطون نتيجه بسرعه كبيره جدا زين. هذا عنده ليميتد رول بالثايرويد سيرجري. هناك بالبريست كانسر كنا نستعمله وين؟ كنا نستعمله انه لما دا اخذ جزء من التشيو اريد اعرف ليش لوين اقص، يعني اشوف اذا اكو فد اكستنشن هوايه واصل مثلا للليف نودز كذا، فراح اقص
يعني اكسجين اكثر، اخذ جزء اكبر من التشو تحضرا وتحسبا انه راح يكون واصلت للكانسر. هنا هم نفس الشيء، هنا راح يشوف لي يقول لي النودز هنا انفولف بالبابيلاري كانسر، احنا قلنا البابيلاري دائما يحب يسوي ميتاستس للليمف نودز. ف لما اشوفها بداخل العمليه اشوف اذا بابيلاري كانسر يعني واصل للليمف نودز، هذا راح ياثر على بعض القرارات بداخل العمليه اللي تتمثل يعني استئصال وازاله بعض الليمف نودز. بس هذا الفروزن سكشن ما راح يفرق لي بين الانكابسوليتد بناين اور مالجننت فوليكولار نيوبلازمز، يعني التيومر المالجننت اللي كارسينوما اذا كان حباب بعد المرحله انه هو حباب وما مسوي كابسولار انفيجن، فممكن يعني ما يفرق لي على الفروزن سكشن حاله حال يعني الفاين نيدل اسبيريشن. بالنسبه للبابيلاري كارسينوما فهو ميكستشر بين البابيلاري والكولويد فيلد فوليكلز، وبعض الاحيان حتى الفوليكلر ستراكشرز موجوده. احنا حكينا على الفوليكلز وقلنا ممكن يصير بيها تيومر، ما اذا صار بابيلاري تيومر فمو شرط يكون يعني نقي بابيلاري نقي، ممكن يكون ويا فوليكلر، ممكن يكون هو اصلا ينتج كولويد، هي هاي سيلز تنتج كولويد ومخزنتها في هاي المنطقه، فممكن هم تنشمل بالورما. فهاي هي المكونات. المهم اكو فد بابيلاري ستراكشر بالسايتولوجي لما دا اسوي له فاين نيدل اسبيريشن. بالهيستولوجي تشوف انه التيومر ببابيلر بروجكشن و بيل و امتي نيوكلياي اللي يسموه اورفان اني ايد نيوكلياي. مثل ما نشوف هنا هاي هي النيوكلياي تكون بيل فارغة. اكو فد كرتون يمكن اسمه اورفان اني، زين تشوف انه العيون مالتها هيجي بيل، هيجي عيونها ما بيها سوال، فشافوه انه يشبهها. انا حتى احفظها انه بابيلاري بها هذا الشيء، فاورفن مو يعني يتيم تقريبا بالانجليزي، فالشخص الاورفن ما يقول بابي او ابي او مدري شنو، فيعني ممكن هذا يكون نمونيك انه يحفظ. عندنا different type of cells موجوده بالفوليكلر هم راح نحفظها بوقتها. طبعا قلنا اهم شيء بها من انه عندها lymphatic spread وتروح للليف نودز والليمفاتيك بلكسس، زين خصوصا بالبول بابيلاري. فسبريد اوف ذا ليف نودز از كومن، بس البلاد بورن ميتاستاسيز يعني للعظام للرئه كذا انيوجوال، الا اذا صار التيومر اكسترا ثايرويدال. ولما احكي واقول اكسترا ثايرويدال يعني هذا انه عبر الكبسول، زين التيومر اخترق الكبسول فسميناه اكسترا ثايرويدال. اكو فد انتيتي اخر اسمه مايكرو كارسينوما اوكلت كارسينوما، يعني هو صغير بحيث ما ينلقوا في كلش، وكل حكي عليه يعني جنرال ديتيلز. اهم معلومه تعرفها انه هي اقل من 1 سنتيمتر، والبروجنوسيس مالتها اكسلنت بروجنوسيس، بما انه هي صغيره اصلا يجوز يعني ما يصير بها بروجريشن، واصلا يجوز مرات تلاقي عن طريق الايمجينج وكذا، فالمريض ما يشتكي من عندها. هسه نجي للفوليكلر كارسينوم. الفوليكلر مايكروسكوبك اللي تكون انكابسوليتد، بس بالمايكروسكوب لما ندقق زايد نشوف انه اكو فد انفيجن بالكبسول والباسكولار سبيسز، في حين البابيلاري كان يعني سيلدملي انكابسوليتد. فهاي احد نقاط المقارنه بيناتهم، زين يعني اذا نقول هنا نقول فيرسز البابيلاري نوت كابسوليتد، تشوف انه الليمف نوت انفولفمنت از ماتش ليس كومن. هاي نقطه اخرى من نقاط المقارنه انه فيرسز انه كومن انفولفمنت بالليمف نوت بالبابيلاري تيومرز. بس تعويضا عن الليمفاتيك فهو اخذ البلاد بورن ميتاستاسيز، فهي من نقاط الاختلاف اللي يعني يركزون عليها بالام سي كيوات. اكو خليه اسمها هيرثلي سيلز تيومرز اللي هي فد فاريانت اوف فوليكولار نيوبلازمز، تلقى بيها فد اوكسوفيل وهي تحمل بور بروجنوسيس. طبعا هذه هي الهيرثلي سيلز اللي راح ناخذها اكثر بالباثولوجي، تشوف انه هي هيج خلايا راوند بها راوند سنترال نيوكلياي، وبالسيتوبلازم اكو ايزنوفيليك سيتوبلازم يسموه اكزوفيل، زين وهي نيوكلياي وبداخلها بروميننت نيوكليولاي، زين فشوف انه سيتوبلازم مليان نيتروفيلز راوندد وسنجل نيوكليولاي. فهذا ايضا من نقاط المقارنه مع البابيلاري اللي بهاي الاورفان اني ايد نيوكلياي. يعني نختار اجابات صحيحه وخاطئه. الليمف نود ميتاستاسيس از كومنر ان فوليكولار كانسرز ذان ان بابيلاري، خطا بالعكس. بابيلاري كانسر از اسوسييتد وذ انكريست انسيدنس اوف نودال ميتاستاسيس، صحيح. ديستنت ميتاستاسيس از كومنر ان ذا فوليكولار تايب، صحيح لانه راح يمشي ويا البلاد ستريم،
هيرتلي سيلز كارسينوما اوف فوليكولار صحيح اوكولت بابيلاري كارسينوما وذ سيرفايكال ليف نود سبريد هاز باد بروجنوسيس خطا هي عندها يعني جود بروجنوسيس. بالنسبه للبروجنوسيس للديفرنشيتد ثايرويد كارسينوما يحتاج تقرون كل هذا بس تعرفون انه البروجنوسيس مال الكانسرز اللي تصير بالثايرويد هو اكسلنت بالمقارنه مع الكانسرز اللي تصير ببقيه البادي. واكيد كل ما كان يعني انفيسيف اكثر كل ما كان اندفرنشيتد اكثر فالبروجنوسيس مالته اسوء ويعتمد على السايز والايج مال بيشنت وهالسوالف. وعندك الهيرتلي سيلز اللي موجوده بالفوليكولار كارسينوما عندها باد بروجنوسيس، الاوكولت كارسينوما المايكرو كارسينوما هاي عندها جود بروجنوسيس، والباقي يعني ما حاجه تدوخ نفسك بيه. بالنسبه للسيرجري زين هسه هاي الاربع اسطر يحكي بيها على السيرجري حتى نفهم السيرجري. يعني احنا قبل على اشياء بسيطه كنا نسوي عمليه بالثايرويد وكنا نشيلها زين، يعني كنا نشيل نص ثايرويد مرات نشيل ثايرويد كامل يعني بالديفيوز جويتر زين، خصوصا لما كان كبير واوبستركتيف وكذا زين. وكنا نشيل الثايرويد، فهنا ما نقدر نسيت تتوقع ما نشيل الثايرويد تتوقع نشيل جزء من عنده، لا راح نسوي توتال ثايرويدكتومي. فهذا اول شيء توتال زين. هناك ما كنا نخاف، مثلا كنا نشيل مال ديفيوز جويتر، ما كان يعني ديفيوز جويتر هو يعني كبير وابستراكتيف وكذا، يعني كان يسوي شيء ينتقل غير مكان وانفيسيف وما ادري شنو، فما كان اكو هذا الشيء. لما عندك كانسر فمن صفات الكانسر والمالجنسي انه ينتقل غير اماكن وانفيسيف وكذا، فايش راح نسوي؟ راح نشيل الادجيسنت يعني انفولفد ستراكشرز، فد ليمف نود فد اورجن ماله داعي نشيلهن سوا وياه. بعدها انطي راديو ايودين ابليشن زين، الراديو ايودين ابليشن انطيه حتى يعني اتخلص من هذا القلق والارق انه البابيلاري راح للليمف نود، او اكو فد بوسيبلتي انه هذا الكانسر مهما كان نوعه انه رايح للميتاستاسيس للليمف نود، فاسلط عليها فد راديو ايودين ابليشن حتى يعني راحت للليمف نود، راحت المكان شوي بالخط لما وصلت له بالسيرجري اقضي عليها زين، اقضي يعني فد شو نقول راديو ثيرابي نفس الفكره مالته راديو ايدان ابليشن زين. تذكرون الرسمه مال التيومر من كان هذا التيومر يصير هنا ويذب الهرمونات بالبلاد ستريم زين، هذا التيومر شنو اللي كبره؟ واحد من الاشياء انه فد ميوتيشن فد جينيتك فاكتور انفايرمنتال فاكتور، بس من العوامل الاخرى اللي تكبر الخليه اصلا، خليه لها صفات يعني جاي من مكان بالثايرويد، شنو اللي كبرها؟ شنو اللي يخليها يعني ستيمولايتد اكثر؟ تي اس اتش. اوكي زياده تي اس اتش ايضا تساهم بهذا الموضوع. وانت لما شلت الثايرويد زين الجسم راح يتحسس انه ماكو تي اس اتش، يعني ماكو تي 3 تي 4، فراح يزيد التي اس اتش، يريد يفرز ثايرويد، ماكو ثايرويد بالجسم، فايش راح اسوي؟ فراح اسوي لونج تيرم تي اس اتش سبريشن، لانه اذا التي اس اتش اذا لقى لي على فد قطعه تيومر خاتله بزويه زين وما لقى فتها بالسيرجري وجد تي اس اتش حفزها، فممكن شوي شوي تكبر 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 ويرجع لي تيومر مره اخرى. فالخطوه الثالثه اسوي لونج تيرم تي اس اتش سبريشن. هاي كل العده مالتي، يعني this is the most far it can goes، يعني اقصى شيء ممكن اقدر اسويه. اذا كانوا low risk patients ويعني تيومر نقدر نسيطر عليه بوسائل اهون من هذه، يعني يجوز اقلل شويه من جزء المستأصل، يجوز يعني كراديو ايودين جلساته اقل، تي اس اتش يعني كميات سبريشن اقل، هاي اشياء قرار طبيب قرار فد شخص اخصائي، يعني ما يحتاج تحفظ، المهم تعرف انه الامور الاساسيه اللي تحتاجها بالتريتمنت. وهنا همين حكي ما له لازمه بس يعني بيلي دا يقول، يعني شوف هنا عجبتني العباره اتس ذا اوثرز كرنت براكتس، يعني بيلي نفسه يقول انا شو اسوي؟ يقول انا اذا شفت واحد اشك بثايرويد كانسر ف اسوي له دايجنوسز عن طريق الفاينل اسبريشن، مره اودي الترا ساوند ام ار اي حتى اشوف شكو ماكو، يعني قلنا ما نستخدم سي تي سكان زين، راح اعرف انه هل موجود ليمف نود لو مو موجود، وهذا راح يساعدني بالبلانينج. وقال لي انا اجي اشوف التيومر هل هو 2 سنتيمتر واكثر لو يعني اقل زين، فاذا كان اكثر من 2 سنتيمتر فراح يسوي له توتال ثايرويدكتومي، اذا كان اقل من 2 سنتيمتر وصغير فممكن يمشي على يعني لوبكتومي زين. طبعا انا امشي على لو بكتر من اقل من 2 سنتيمتر اذا ما كان اكو ميتاستاسيس، اذا ما كان اكو ليمف نود انفولفمنت، والا اذا اكو فد ليمف نود انفولفمنت يعني فتعذرني حتى لو كانت نص سنتيم هم راح اشيل لك اياها واشيل لك الثايرويد كلها وياها، يعني بس هذا اللي تحتاج تعرفه من هذه الصفحه.
هذه ايضا ما حاجه لها، مو الليفر مالتنا ابد. شوف هذا السؤال: advantages of total thyroidectomy لمعالجة papillary carcinomas إذا كانت أكثر من 1.5 سنتيمتر، فتشوف أنه هو أفضل شيء أنه هو يعطيك فت possibility أنه تستعمل radioactive iodine بعد العملية حتى يعني identify و treat metastasis. radioiodine يعني هو هذا السكان اللي يستعمله بعد العملية حتى يضوي لي مكان المتاستاسيس وين يصير. الفكرة شنو؟ أنه بعض differentiated cancers مثل papillary carcinomas تقدر تاخذ ايودين. طبعا بدايه الملزمه اذا اخذكم فلاش باك حكينا قلنا failure to take radio iodine is a characteristic يعني في almost all thyroid carcinomas عدا ال differentiated carcinomas اللي تاخذ. فاذا رجعنا للسؤال، هذا السؤال شو يقول؟ يقول انه اكو radioactive iodine احنا ننطيه للبيشنت بعد العمليه حتى يقتل لي الجزء الباقي من الكانسر والميتاستاسز اللي فاتتني الجراحه. زين شلون نقدر نوافق بين المعلومتين؟ حتى نقدر نوافق بين معلومتين لازم نعتمد على معلومات انه الدفرنشيتد الكانسر الدفرنشيتد اللي يشبه الخليه مالتي اللي يشبه الثايرويد مالتي هذا راح يستقبل الايودين، بس الباقي اللي يكون ان دفرنشيتد ويعني نيوبلاستيك وكذا ساعات هذا ما راح يقبل الراديو ايودين. والفكره من هذا السؤال ايضا انه لما سويت توتال ثايرويدكتومي بعد ما عندي شيء اخاف من عنده راح انطي راديو ايودين، وشنو اللي ممكن ياخذ راديو ايودين بالجسم؟ زين يعني شنو عندك ممكن ياخذ راديو ايودين؟ الا خلايا الثايرويد. زين فاني شايل الخلايا الثايرويد الاصليه، زين فبعد يعني ما اخاف انه خلايا الثايرويد تتسمم بالراديو ايودين، اسلط راديو ايودين ويعني ممكن يقتل خلايا الثايرويد. فهو اذا شاف تيومر راح يقتله، زين هذا التيومر ما استقبله يعني ما مو ذاك الضرر الكبير. فاحنا من سوينا توتال ثايرويدكتومي ارتاحينا، يعني بعد ما نخاف نضرب غير شيء. زين هو بس الثايرويد هو اللي ياخذ راديو اكتيف ايودين، اذا كان كانسر واستقبله فبعد احسن راح يسممه ويقتله. المانجمنت اوف بابيلاري ثايرويد كارسينوما هي توتال نير توتال ثايرويدكتومي وياها راديو ايودين ابليجن. طبعا كل الخيارات الاخرى ما ترهم، يعني لا لوبكتومي ولا كيموثيرابي ولا لوكال اكسجين ولا اونلي فولو اب، فبس الثاني هو اللي يرى. يعني هذا تقريبا نفس السؤال، يريد علاج البابيلاري فهو السب توتال ثايرويدكتومي، لو فتشي توتال نير توتال فاكيد هذا النير توتال اور توتال ويا راديو اكتيف ايودين. بالنسبه للثايرويد توتال ثايرويدكتومي شيل الثايرويد كله، هل هو اندكيتد في البابيلاري؟ صح. بالمدولاري هم صح، راح ناخذ المدولاري في شويه. اتس اوفن امبوسيبل فور ان بلاستيك كارسينوما، في بعض الاحيان اي يعني التيومرز اللي تكون اندفرنشيتد يعني مو كلش اقدر يعني اشيل الثايرويد بشكل مضبوط، ومرات يشيلوها على خطوتين ويسوون في العمليات معقده. Include the removal of parathyroid glands in close relation with the thyroid خطا، يعني الا اذا انجبرت عليها او اذا يعني ماكو جراح يحاول انه يشيل الparathyroids الا اذا انجبر او صار بها مشكله. Necessarily mean the division of both recurrent laryngeal nerves. I mean ليش جراح ومتدرب ومدري شنو وبالك عنك، فانت ما تقدر تشيله بدون ما تضرب الريكرنت لارنجيال نيرفز. يعني اذا نرجع على هذا السلايد اللي اشرت انه خلينا نقرا very occasionally it may be necessary to sacrifice the recurrent laryngeal nerve، مو دائما وشو ما اشيل الاكس. هم سلايد خريطه وكل شيء ما بينه فايده. indication for total thyroidectomy non toxic multinodular goiter خطا. المالتي نودلر جويتر بالفيديو الاول راح تطبون بيه تلقون بيه انديكيشنز، هاي الانديكيشنز كلش حفظ كلش مهم تنحفظ كاسي، حتى انا حاط لكم بالتعليق تايم ستامب على موضع هاي الانديكيشنز، فنشوف انه بنشيلها يعني بنشيل الثايرويد وياها اذا يعني كبرت، اذا صار فت كوزماتيك ريزنز، سوت فت كومبريشن على البيشنت يعني على التريكيه وهالسوالف. توكسيك سوليتري ثايرويد نوديول لا ليش، يعني حنطي راديوثيرابي واذا يعني ما فاد اشيل لوبكتومي، يعني ليش اشيل ثايرويد كله عمود سوليتري. بابيلاري ثايرويد ميدولاري صحيح. انكلود ريموفال اوف اول باراثايرويد جلاند لا يعني ما نسوي. زين احنا قلنا اول شيء ننطي يعني نشيل الثايرويد كلها توتال ثايرويدكتومي والاجيشن ستراكشرز ونسوي سبريشن للدي اس اتش وننطي راديو ابليتيف ثيرابي. فحتى اسوي سبريشن للدي اس اتش زين وقلنا حتى ما يموت تيومر حط ثايروكسين، انطي تي 3 تي 4 حتى الجسم لا يقول انه ها اكو ثايروكسين قليل فخلي اصعد التي اس اتش.
لا ماكو ثايروكسين كافي، يعني الجسم ما يساعد تي اس اتش. فنشوف انه يعطي دوز 0.1 الى 0.2 ملي جرام ديلي حتى يسوي سبريشن لهذا الاندوجينس، وانا اريد اتاكد من انه دا يصير سبريشن من خلال الميجرمنت، اقيسها اشوف انه لازم يقل اكثر من 0.1، اقل من 0.1 من يعني ملي مايكرو بير لتر، ما اعرف شلون تلقى هي المحتات، المهم يعني اقللها اقل من 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 هذا الرينج. واذا ما قلت فيا اما الدوز مال ثايروكسين مالتي مو كافي، يا اما البيشنت ما دا يلتزم، يعني ماكو غير حل، لانه هو يعني فيزيولوجيكال ريسبونس انه صعد ثايروكسين الجسم راح يقلل ال تي اس اتش. المجرمنت الثالث هو الراديو ايودين، ويعتمد على انه ياخذ هذا الميتاستاسيس الباقي ياخذ الراديو ايودين. يعني ليش نحكي على الميتاستاسيس ما نحكي على الثايرويد؟ لانه احنا شلنا الثايرويد بتوتال ثايرويدكتومي، ما بقى شيء بالثايرويد، فبس بقى اذا يعني ميتاستاسيس تشبه الثايرويد بغير مكان فممكن تاخذ الراديو ايودين تتسمم وتنمحي من الوجود. طبعا اول شيء انا اسوي سكاننج عليها حتى اعرف مكانها وين، ويعني اشوف اذا هي موجوده او لا، واذا كانت موجوده ساعتها يلا ازيد الدوز واقتلها. والبيشنت يعني لازم يكون هايبوثايرويد، هايبوثايرويد اوكي، حتى فقط اركز على الميتاستاسيس، حتى فقط اقتل الميتاستاسيس. والهايبوثايرويد يا اما انا امسح له الثايرويد بالرايو ايودين، اما مثل ما اخذنا بهاي المحاضره انه سيرجري ويعني توتال ثايرويدكتومي، والباقي يعني معلومات زايدة عن اللزوم. عندنا شيء آخر اسمه undifferentiated anaplastic carcinoma، واللي يصير بالإردلي وومن، ويعني حاليا ما جبنا شخصة هواية، لأنه قبل كانوا يظنون أن الليمفومز هي من هذا الانتيتي، بس بعدين لا قاموا يعني يشخصون الليمفوما بماركرز أحسن من هذه. طبعا شكو شيء سيء بالدنيا موجودة بهذه الكارسينومز، يعني هي spread زين، تنتقل بالليمفاتيك بالبلاد ستريم، تشوف انه هي ليثال، تشوف انه حتى كومبليت ريسكشن مرات صعب زين بالماينورتي اوف ذا بيشنتس، لانه مرات يصير كلش انفولفمنت بهواي ستراكشرز، فشو تقدر تسوي يعني اذا راح على ارتري وعلى فين وعلى النيرف وعلى كبسول وعلى فيشيا، يعني شنو تشيل الرقبه مالته كلها، يعني ما تقدر تسوي شيء بعد. الشو مالته 6 شهور كميديان سرفايفل، تشوف انه هو يسوي تريكيال اوبستراكشن، فانت مرات تجي كل شوية تفتح هذا الاوبستراكشن بالتريكي حتى تخفف عليه، يعني هواي اشياء سيئة بهذول البيشنتس. هسه نجي للميدولاري كارسينوما، تتذكر هاي الرسمة قلنا هاي الفوليكولار سيلز واللي يصير بها كارسينوما، هاي يعني المجاري اللي راح تذب بيها الخلايا، وعندها هيجي خلايا مطشرة هيجي على مدار الثايرويد سيلز، على مدار الفوليكولار سيلز اسمها بارافوليكولار سيلز تفرز الكالسيتونين، هذه هم ممكن يسميها كانسر، هذا الكانسر معناتها يسميها ميدولاري كارسينوما زين. فالبارافوليكولار سيلز يسميها سي سيلز، جاي من يعني من نيورال كريست، وما جاي من السيلز اوف ثايرويد فوليكل. اكو فد كاركترستيك يجي بالاسئله مال ميدولاري كارسينوما، انه بيها فد امايلويدستروما، يعني كانه اللوب مالتها الحشوه مالتها تلقى انه في ديبوزيشن اوف امايلويد موجود بهاي المنطقه زين، او حتى بداخل الورمه من تتكاثر وتصير هواي، تشوف انه هواي جزء من عندها اللحم مالتها شلون ما نقول جاي من امايلويد. طبعا يصعد السيرم مال الكالسيتونين، وفتيومر ماركر اسمه كارسيو امبريونيك انتيجين. طبعا الكالسيتونين راح يكون كتيومر ماركر اوكي، لما يصعد راح اعرف انه اكو هواي سيلز، لما شلتها ورجع مرت اللوخ صعد يعني نزل وصعد، فانت تعرف انه اكو فد نوعا ما ريكورنس. وهاي السيلز تفرز اشياء، من هالاشياء اللي تفرزها تفرز مركبات معينه، هذه وهذه ما عليك باسمهن زين، بروستاجلاندينز وهالسوالف اللي ممكن تسوي يعني دايريا زين. فممكن 30% من الكيسز مال ميدولاري كارسينوما تجي بدايريا. هذا الميدولاري كارسينوما يعني ما يجي واحده، مرات فاميليال زين، مرات يجي باكج، يعني يجيك هو عنده فيو كروموسايتوم وعنده فات هايبر باراثايتس، فعنده باكج كامل من الاندوكراين ديزيزز، فشي اسمه مالتيبل اندوكراين نيوبليجيا من تايب 2 اي زين. فهذا الباكج اللي فيه ثلاث اشياء. طبعا شوف الميدولاري يعني لاعب على الحبلين، يلعب على الحبلين، يعني هم الليمف نود ميتاستاسيس اللي كان بالبابيلاري، وهم من بلاد بورن ميتاستاسيس هم من كمان اللي كان بالفوليكولر.
طبعا هاي السيلز ده لها علاقه بالتي اس اتش، لانه ما تفرز ثايرويد هرمون تفرز كالسيتونين، ولا راح تاخذ الراديو ايودين، فيعني ماكو فائده انه عالجها سواء قبل العمليه وبعدها براديو اكتيف ايودين. والباقي معلومات عامه. شوف هذا الكيس، عندك ميل 45 سنه عنده بالبابل نوديول بالثايرويد، بالنيدل اسبيريشن شاف بوليجونال تيومرز وياها امايلويد و very scanty colloid and typical follicular cells. شنو هو most likely diagnosis؟ طبعا الأمايلويد هو الكيورد هنا بهذا السؤال، فالإجابة الصحيحة هي medullary thyroid carcinoma. والتريتمنت يعني ما راح يفرق كلش، total thyroidectomy زين، إضافة إلى resection of the lymph node. هو عنده lymph node metastasis، بس أنا بعد ما أقدر أستخدم راديو أيودين أو كذا أو يعني أسوي غير شيء، فكل شغلي يصير جراحة. زين، لا اقدر اسوي تي اس اس سبريشن، لا اقدر اسوي راديو ايودين. فاحنا شاهدنا ثلاث خطوات بذاك يعني بالتريتمنت مال اوكي هنا السلايد، بالتريتمنت مال فوليكولار بارف الفوليكولار والبابيلاري، كان عندك ثلاث خطوات. زين، المشكله بالميدلاري لا اقدر اسوي هذا ولا اقدر اسوي هذا، فبس راح اعتمد على هذا، اسوي توتال ثيرادكتومي واسوي يعني adjacent involved structures منها dissection lymph nodes، والباقي يعني ما يسوى تضيع وقتك عليه. التريتمنت اوف ميدلاري كارسينوما اوف ذا ثايرويد وذ ليف نود ميتاستاسيز، راح اسوي طبعا نستثني الخيارات مال سب توتال، يعني ما اقدر استخدم لا سب توتال، النير توتال هم بيها امكانيه بس راح اشيل الراديو ايدين لانه ما اقدر، فيبقى لي الخيار اللي بي اكسترنال بيم راديوثيرابي. زين، راديوثيرابي هذا اللي يستهدف انه اي مالجنس، هذا الراديوثيرابي العادي مو اللي بي ايودين. زين، لانه قلنا ما تستقبل هذه الخلايا، فاعتقد راح افضل انه اخذ الخيار ابو الاي ابو التوتال ثيرادكتومي، لان تشوفون انه اللي مكتوب ببيلي يعني نصا كاتب لك انه توتال ثيرادكتومي. زين، ف ماكو سب توتال ولا نير توتال. زين، بالنسبه للثايرويد ديزيزز all are false except anaplastic carcinoma generally has a poor prognosis. صحيح. زين، medullary carcinoma is associated with very good prognosis. لا يعني ايش دعوه، واحد العباره المتفائله زايد، لان دي شيء ثايرويد كامل يعني ما اعتقد راح يكون good prognosis. Thyroid swellings characteristic يعني do not move on swallowing. هاي العباره خاطئه، يعني هي move with swallowing لان هي مرتبطه بالتركيه بواسطة فيشيا وبعض يعني فد ليجمنت صغير. زين، فتصعد، واصلا هذا سبب الحركه، انه نقول له طلع لسانك، ابلع لسان، ابلع يعني ريك بفحص والاكزامينيشن مال الثايرويد. هايبوكالسيميا فولوينج توتال ثيرادكتومي از رير، خطا ممكن تشمل الباراثايرويد. الريكرنت لارنجيال نيرف از برانش اوف فرينيك نيرف، خطا، هو برانش اوف فيجاس نيرف. هسه نجي الى موضوع اخر، هو موضوع الثايرويدايتس والانفلاميشن اللي يصير بالثايرويد. وبدايه ما زي ما قلنا هو يتقسم عندك كرونيك لمفوسيتيك وكرونيك يعني الجرانولوميتس. اللمفوسيتيك لانه بيها لمفوسايت واللي تكون اوتو اميون كونديشن، هو ذيس از ا كومن كونديشن ويا فد ريز تايترز اوف ثايرويد انتي بودي، لانه ويا شنو يعني لمفوسايت ويا فد كونديشن اوتو اميون، فالانتي بوديز اجينست الثايرويد موجوده. ممكن تلقى family history of other autoimmune diseases موجودة، يعني ممكن يجي كجويتر ويكون فد characteristic مالته انه هو bustulated surface. البصلايتد surfaces هو فد شيء يعني بي بروتوبرنس، بي فد بروز. شايف مثلا تحط الموبايل بجيبك وتطخ موبايلك من فوق البنطلون، شيء ايش تقريبا هو البصلايتد surface، انه تحس اكو فد شيء جوا. هو غالبا شنو يجي يعني يجيك يعني هاي مو الثايرويد، ممكن يجيك يعني جويتر، ممكن يجيك يعني به نوديولز هوايه، وممكن حتى يجيك نوديول واحده، هو انفلاميشن. شوف حسب ايش قد صار، ايش قد كان اكستنسيف، ايش قد كان اكو انتي بوديز هوايه. وفكرته انه الاونست والثايرويد ستيتس يعني تي 3 تي 4 عالي، تي 3 تي 4 ناصي، هايبر ثايرويد، هايبو ثايرويد يختلف. زين، حتى التايب مال جويتر اللي به نوديولز، لا بس ديفيوز يعني نوديول واحده، يعني يختلف باختلاف الكيسات. الاونست مالته شويه شويه اسمبتوماتيك يبدي. زين، ومرات لا، يعني مرات يصير سدن وبينفول ويصير يعني اكيوت فورم.
ويصير اول شيء يعني هايبر بعدين يصير هايبو. يعني اول شيء هايبر ليش يصير؟ انت عندك مثلا هاي ثايرويد سيل وعندها فد مخزن من الكولويد زين خازنه تي 3 تي 4، فانت لما جبت فد اميون سيلز هاي انجري بيردز مو اميون سيلز زين، فاذا جبت الليمفوسايت وسوى ديستركشن لهذه السيلز فهذا الكولويد هم راح يصير ديستركتد وراح يطلع من خلال الدم زين، راح يطلع تي 3 تي 4 عالي يعني، فيمر بفتره هايبر ثايرويد بعدين يعني يخلص هذا الكولويد وانت اصلا هاي الخليه المصنعه راح تموت زين، فما يبقى لك شيء فراح تمر بمرحله هايبو ثايرويد بعدين. طبعا الجويتر كل الاشكال ممكن يكون بيه، ممكن يكون لوبيليتد، ممكن يكون يعني ديفيوز لوكالايزد، ممكن يكون لارج سمول سوفت روبري فيرم، يعني كل شيء ممكن يصير اعتمادا على الديجري مال الانفلاميشن والاكستنسيف يعني الاكستنشن مالته، وغالبا يكون بالومن ات دي مينوبوز، ممكن يكون باي مكان، ورغم انفلاميشن او اوتو اميون كونديشن بس ممكن يكون اسوسييتد وذ بابيلاري كارسينوما ومالينجنت ليمفوما. كدايجنوسيس يعني دائما نسوي ثايرويد فانكشن، بس هو بما انه كان هايبر بعدين صار هايبو فالموضوع شويه فارينج ومو كلش اقدر اعتمد عليه، بس راح اعتمد عليه لما يستقر على الهايبو ثايرويدزم، فراح اشك انه اكو فد ديستركشن يعني هوايه صاير بالثايرويد. ممكن نلقى انتي بوديز لانه قلنا هي اوتو اميون كونديشن، بس يبقى اكو ديفرنشال دايجنوسيس للنودلر جويتر لان احنا قلنا يشبه الجويتر بهواي سوالف، ممكن يكون كارسينوما ومالجنسيز ولينفوما زين، لانه قلنا هذني هنا ريسك فاكتور، هو هذا الانفلاميشن هو ريسك فاكتور له. احسن انفستيجيشن هو الفاين نيدل اسبيريشن، ومن واذا ما ضبط وياي فراح اسوي دايجنوستيك لوبكتومي حتى افرق انه يعني هل هذا مالجنسي واحد ويا لو مجرد ب يعني انفلاميشن ليمفوسيتيك انفلاميشن. تريتمنت يعني اعتقد تقدر تتوقعه انه يعني اذا البيشنت جاك بعد ديستركشن وعنده هايبوثايرويدزم فراح تعوضه تعطي يعني ثايروكسين. تشوف انه بما انه انفلاميشن واوتو اميون كونديشن ومستمر وكذا فممكن يستفادون بعض البيشنتس من الستيرويد ثيرابي، واذا ما فاد يعني ممكن او يعني اشيل الثايرويد واخلص من الانفلاميشن كله. التايب الثاني هو الجرانولوميتس اللي بي يعني ماكروفاجس سب اكيوت ثايرويدايتس يسموه ديكويرفين ثايرويدايتس. هذا بي بعض الكاركترستيك اللي دائما تتكرر بالاسئله، تشوف انه هو يعطيك كيس اوف فايرال انفكشن، يعني يقول لك باست هيستوري اوف يعني فايرال انفكشن، هاي وحده. ثانيا يكون مؤلم زين، وثالثا هذا البين يكون رادييتنج زين، يروح يعني للنيك للجو زين لهذه الاماكن، ويا يعني فيفر يعني فيفر ملايس، وتشوف يعني الانفلاماتوري ماركرز ساعد اكيد على نون سبيسيفيك اي انفلاميشن بالثايرويد يصير. وتشوف انه الشيء الاخر انه ابسنت انتي بوديز، بالنوع الاول باللمفوسيتيك كان اكو انتي بوديز بينما هنا لا ابسنت. طبعا التي 4 از هاي normal or slightly raised means على T4 بسبب destruction اللي بيصير. تشوف انه الايودين ابتيك is low، احنا قلنا انه حالات الثايرويدايتس ما تاخذ ابتيك الايودين حالها حال undifferentiated tumors. الفكرة هذا انه هو self limiting بما انه ماكو انتباديزة هواية وماكو هاي مشكلة و post viral infection فالجسم شوي هاجم نفسه عبالة انه ثايرويد همين ويلا عادي او فتشي، ف self limiting وتروح بعد عدة اشهر. فانت كتريتمنت تخفف السيمتومز وتطيب النزون يعني حتى تقلل من الانفلاميشن. اذا صار ثايرويد فيلير وهو يعني شوي بعيد بهذه الحاله يعني باللمفوستيك كان اقرب يصير الفيلير، فممكن تنطي ثايروكسين وباقي الحكي يعني ما له فايده. اكو نوع اخر من الثايرويدايتس اسمه ريدل، هذا النوع الثالث. طبعا هذا النوع كلش نادر، اقل من 5% من الجويترز، من 0.5% من الجويترز، وفكرته انه زياده بالفايبروسيس زين، كلش هواي اكو فايبروسيس، وهاي الفايبروسيس هذا الكونسبت راح يفهمك الموضوع كله، يعني راح يفهمك انه هذا الفايبروسيس ممكن يوصل للمسلز للكابسول للتيشوز للنيرفز الكاروتيد شيث زين، يعني فتشي حجاره تتيبس تنتشر من خلال النك. هذا الجويتر راح يكون هارد، راح يكون فيكست، ممكن بعض الاحيان يشككني انه هي انابلاستيك كارسينوما، يعني لا تلوخ نفسك بما يعني ما يجي عليه اسئله. The most common cause of thyroiditis
يعني انا اعرف هاي المعلومه من لازم الميديسن، انه هو الهاشيموتو هو الماست كمان. هذا الريد هو يكون كلش رير. عندك السب اكيوت ثيرويدايتس، يعني سب اكيوت هي نفس عباره الجرانولوميتس، ومن فنون الاجابه انه اذا اثنيناتهم مشابهين فاثنيناتهم اكس. وفايرال ثيرويدايتس هذه من يعني نفس الطب في مصلحه الجرانولوميتس، لا نفس الشيء. صح وخطا، الثيرويدايتس caused by a virus if a granulomatous صحيح may lead to thyroid abscess which need surgical drainage. لا ما شفنا اي عبارة abscess بالموضوع. associated with malignant lymphoma صح. If it's an autoimmune thyroiditis will not be Hashimoto's disease. خطأ، هاشيموتو هو من الاشياء اللي بيها ثلاث انتباديات اصلا مو بس انتبادي واحد، رغم انه احنا ما بدنا ناخذ هاشيموتو عشان ما اخذنا بالسيرجري، بس يعني هي معلومات عامة من المدرسه. will be no need to do a thyroid function test. خطأ، يعني تتسوي بكل وقت. thyroid function test يجرى في كل حين، وبهيش تنتهي الملزمة وتنتهي ينتهي البارت الرابع من الثايرويد. أتمنى أنه كان الموضوع مفيد، نلتقي في محاضرة أخرى، سلام. قبل ما أخلص، هذا رافائيل نادال لاعب تنس، باكر عنده لعبة كلش صعبة ويا المصنف الأول عالميا، فأتمنى منكم الدعاء.